سيارة سيمبول 2009 ماشية 41 ألف كيلومتر، مولاها طالب 68 مليون، فيها شوية بنتورة. السيارة الثانية أخوتي سوزوكي ألتو 2011 ماشية 131 ألف كيلومتر، مولاها طالب 61 مليون. السيارة الثالثة أخوتي بيكانتو الإكس ستار 2019 ماشية 25 ألف كيلو، سيارة نقية ما فيهاش لا صبيغة لا رتوش، مولاها طالب 176 مليون. السيارة الرابعة أخوتي سيارة بيكانتو كيا باز كليم 2005 ماشية 370 ألف كيلومتر، مولاها طالب 66 مليون. فوق القمم بالرغم من كل النعم نعصيك نرجو. السيارة الموالية خوتي هي جولف سيري 6 2010 ماشية 190 ألف كيلومتر، مولاها طالب 126 مليون سنتيم. رحمك يا ربي بنا أنت الرحيم المحسن. السيارة الموالية خوتي هي سيارة هيونداي جران إيديس 2019 ماشية 30 ألف كيلومتر، السعر قابل للتفوق. إذن السيارة الموالية خوتي هي بيجو 407 HD سنة 2004 ماشية 370 ألف كيلومتر، مولاها طالب 76 مليون. عندنا كذلك سيارة هيمة 2010 ماشية 318 ألف كيلومتر، مولاها طالب 64 مليون. أحيا حياة كالملوك وجعلت عقلي راجحا وتاركا كل شكوك ثبت يا ربي خطوتي واكتب لي. عندنا كذلك سيارة بيكانتو إكس 2008 ماشية 259 ألف، مولاها طالب 79 مليون. عندنا كذلك سيارة شيري كوين 2015 الطاقة تمشي بالغاز ماشية 95 ألف كيلومتر، مولاها طالب 80 مليون. سيارة نقية ونظيفة ما فيهاش بنتورة، وقلت فيها قرعة تاع غاز جديدة.
عندنا كذلك سيارة شيري كيو كيو 2017 ماشية 25,000 كيلومتر ولها طالب 95 مليون، راح يقول فيها ما فيها لا بنتورا لا فروة.